Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu le cehra bis sebai minel kavli illa men zulim. Ve kanallahu semi'an alima. İn tübdü hayran ev tuhufuhu ev te'afü. Ansu inne fe inna Allaha kana gafuran kadira innal lazina yakfuruna billahi ve rasulihi ve yuriduna en yufarriqu bayna Allahi ve rasulihi ve yaquluna nu'minu bi ba'dhin ve nakfuru bi ba'dhin ve yuriduna en yatahisu bayna zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan ve a'tadna lil kafirina azaban muhina الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة اِرِنَ اللّٰهِ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ تَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتبع الظن وما قتلوه بيقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قلب موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم بصدقهم عن سبيل الله كثيرا فأخذهم الرغيب وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسولاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسولاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا وزلوا
yalem ulem yekun illah el yafir lehum ve la liyehdiyehum zariqa illa tariqa cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alellâhi yesîrâ. Ya eyyühen nasu kad câekumur rasulü bil hakki min rabbikum fe aminu hayren lekum ve in tekufuru fe inne lillahi ma fis semavati vel arz ve kânallahu alîmen hakîmâ. Ya ehlel kitabı la te'lû fî dînikum ve la tekûlû alellâhi illel hak innemel mesihü îse ibn meryeme rasûl Resulullah ve kelimete elqaha ila Meryem ve ruhun min fe aminu billahi ve resulih ve la tekulu felate intehu hayren lekum innemallahu ilahu vahid subhanehu en yekune lehu veledu lehu ma fis semavati ve ma fil arz ve kefa billahi vekila len yestenkifel mesihu en yekune abden lillahi ve lel melaiketul mugarrabu ve men yestenkif an ibadetihi ve yestekbir feseyahşuruhumu ileyhi cemi'a fe emmellezine amenu ve amilu salihati fe yuvaffihim ucurahum ve yaziduhum min fadlih ve emmellezine وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يلها ولد فإن كانت ثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء بالذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتعون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنافقة والمبغوزة والمتردية والنتيحة وما كسب إلا ما كذب ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا أزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا ومن دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في محسن
في محمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم طيبات وما علمتم من الجبار جباره مكلبين تعلمون نحن نهن مما علمكم الله وكل مما أمسكنا عليكم مذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم محل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتحروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من العائلة أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا ولا كفرن عنكم سيئتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعهم ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالون تتلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم فاه إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى نصارى أحزنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن
Ana kesir oduca ekom min Allahu nurun ve kitabun mubin yehdi bihi Allahu menit tebe'a rizvanehu subule selami ve yuhricuhum min zulümati ilan nur bi iznihi ve yehdihim ila siratim müstakim lekad keferallezine kalu inna Allahu ve mesihu bunu Meryem قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ومريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذير فقد جاءكم بشر ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم edvarikum fetenkalibu hasirin galu ya Musa inne fiha kavmen cebbarin ve inna len nedhulaha hatta yahrucu minha ve in yahrucu minha fe inna dahilun gale raculani minellezine yekhafune en'amallahu aleyhim adhulu aleyhimul bab fe izâ dehaltumuhu fe innekum alibune ve alallahi fe tevekkelu in kuntum mu'minin galu ya Musa inna len nedhulaha قولها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تسل تأسر على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال اقتلنك قال إنما يتقبل الله من الله من المتقين لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبرأ بالإثم وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وتوفى فتوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يجث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجرت أن أكون مثل هذا الغراب واري يا سوءة أخي فأصبح من النادمين
Min ecli zalik ketebna ala beni İsrail ennehu men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil erzi feke ennema katale nase cemiya femen ahyaha feke ennema ahya nase cemiya ve lekad caethum rusuluna bil beyinat thumme inne kethiren minhum ba'de zalike fil erzi erziyle musrifun innema cezaüllezine yuharibune Allahe ve Resulehu ve yes'abne fil erzi fesaden ey yukattelu ev yusallebu ev tukatte'a eydihim ve erculuhum mine khilafin ev yunfeb minel erzu zalike lehum hizyun fit dünya ve lehum fil ahirati azabun azim illellezine tabu min qabli en tekdiru aleyhim fe'alemu ennallaha gafurur rahim ya eyyühellezine amenu tekullaha vebte'u ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun innellezine keferu lev enne lehum ma fil erzi cemiyan ve mitelehu me'ahü liyeftedu bihi minel azabi yevmil kıyameti ma tukub bile minhum ve lehum azabun elim yuridune en yahrucu minen nari ve manhum bi haricine minha ve lehum azabun mukim ve sariku ve sariqatu feqte'u eyyediyehuma cezaen bima keseba nekalen min Allah vallahu azizun hakim femen tabe min ba'de zulmihi ve esleha fe inna Allah yetubu aleyh inna Allah gafurur rahim elem te'lem enne Allah lehu mulku semavati vel erzi yuazibu men yeşa'u ve yafiru limen yeşa'u vallahu ala külli şeyin kadir ya eyyühe resulü la yahzun kellezine yusari'une fil küfri minellezine قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب كذبي سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد وما مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فأحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحبت فإن جاءك فأحكم بينهم أعرض عنهم وإن تغرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى
وعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه مختلفون لأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فمنهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار وأولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعظيب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفرهم قد خرجوا به
Allah ve alemu bi ma kanu yektumun ve tera ketiren minhum yusari'une fil ismi vel udvani ve ekelihimus suht لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَلَا أَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ tetaniye yunfiku keyfe yeşu ve le yezidenne ketiren minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve kufra el gayna meynehumul ve adevate vel be'uvu ila yamil kıyame küllema evgadu evkadu naren lil harbi etfaha allahu ve yas'abna fil arzi fesaden fesada vallahu la yuhibbul mufsidin velev enne ehlel kitabi amenu ve tekavleke ferruna anuhum seyyetihim ve la edhalinahum cennatin naim velev ennehum ekamu tevrate vel incile ve mağunzile ileyhim min rabbihim nahi la kellu min fevgihim ve min tahti erculihim minuhum ümmetun mugtesideh ve kethirun minuhum sa'e ma ya'melun ya ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مريم وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما لم سيحوا ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الله حق
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات